واجمل اوقات. عايزه اشكر يا رب. ايه حسن ايه؟ شكرا طبعا متابعي اليوم السابع، احنا مكملين معاكم. مفاجأة عملها مصمم الازياء العالمي هاني البحيري لسارة النهاردة فستان خاص محترم جدا. انا عن نفسي خلف العروسه بشكرك جدا جدا جدا. دلوقتي كان جميل جدا في هاني البحيري. بص امسك بس موبايل اجيب حاجه. تعالوا بقى طلعوا خلاص تعالوا. شكرا يا عليا الخير. تعالوا عشان النور بس بقى. طبعا متابعي لي مصر مكملين معاكم متابعي اليوم السابع. فستان من تصميم المصمم الازياء العالمي هاني البحيري، ده هديه لساره. وطبعا يعني حاجه تقولي ايه بقى ساره؟ كويس طبعا زي ما احنا شايفين. متابعي اليوم السابع زي ما احنا شايفين اهو فستان من تصميم هاني البحيري، طبعا ده حاجه جميله جدا جدا، وكنوع من جبر الخواطر يعني، وكان نوع من عايز يفرح ساره وعايز يخليها مبسوطه طبعا زي ما احنا شايفين. طبعا احنا متابعي اليوم السابع، طبعا احنا وعدناكم ان ساره النهارده هتكون معانا، وهي كانت امنيه حياتها ان هي فرحها يطلع بث مباشر. تقولي ايه يعني المبادره اللي احنا عملناها معاكي؟ بالارتباط بالحياه الشخصيه بشغلي، وانا بشكر جدا اليوم السابع ان هو معايا وخطوه بخطوه لغايه من اول كوفيه لحد الان لحد جدكم. تقول ايه بقى يا محمد؟ اسمعي صوتك ده عشان المايك مش معايا. احب اقول شكرا بجد. ان انا موجوده. ايوه بدانا يا جماعه بدانا. بدانا الفستان غيرك على فكره. عايزه تاكل. جعانه. ولا اللي جوع. ايه؟ لما كتبت الكتاب بس. بشكر حازم عبد الصمد، بشكر فريق اليوم السابع. لازم اخد معاكم سيلفي بقى. يلا يلا. طبعا متابعي اليوم السابع، احنا النهارده موجودين في فرح ساره ومحمد. احلى كابلز. احلى كابلز طبعا يعني في مصر دلوقتي. وفستان اللي صممه مصمم الازياء العالمي اهداء لساره. استاذ هاني البحيري طبعا. اول فستان كان اتيلي اسيا، استاذه اسيا انا بشكرها جدا لان هي كانت عملت الكوافير وعملت الفستان ودورت عليا معايا قبليها بثلاث شهور على الموضوع دوت، وبجد ساعدتني في حاجات كتير قوي 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 بجد. حازم بشكرها قوي قوي طبعا. يعني كل متابعي اليوم السابع دلوقتي بيباركوا لك. احلى يوم سابع. وهم كانوا عايزين يجيبوا لك الفرح على فكره. يا ريت يجوا بقى الصباحيه. انا عايزه كده الوضع اللي النقطه، انا عايزه كده الوضع تيجي صح. اهم النقطه يا ريت النقطه، انا بقى اذا النقطه يا ساره الفستان مصيره ايه بعد الفرح؟ انا عايزه مصيره مصيره كل مناسبه احتمال اسافر بيه انا عشان مفيش شهر عسل دلوقتي في سيوه، فانا مع اول شهر عسل هاخد الفستان واصور بيه سيشن على البحر.
هبعت لكم برضو عشان حقيقي كل سنه مش هخلي حد يلبسه خالص. لا يعني لو في هدية يا مش هلبسه. طيب لو مش هتدي حد طيب يلبسه. لو هتحتاج طيب بس هدية مش عارفه هل ينفع ولا لا، فانت صوروا عليا. انا بس تسال خلاص تسال ملكي. انا نفسي ما بقدرش اقول لحد لا، يعني طبيعي حياتي لو اي حد محتاج انه يكبر خالص. هو طبعا يعني الاستاذ هاني بيحيي طبعا اكيد لو حد طلب مش هتاخر عنه. احب اشكره جدا عن طريق اليوم السابع، واحب اقول له الف شكر ليك وتشرفنا بوجودنا في القاعه. الله يخليك يا استاذ. واول ما شفت الفستان ده صاحب اطلالات نجوم الفن برنسيس فعلا. طبعا متابع اليوم السابع احنا عايزين بقى ايه يعني اوف كده بقى عشان نعمل بقى ايه برويتة كده. يلا طبعا متابعي اليوم السابع ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا وحاجه تفرح جدا جدا جدا. احنا هنجيلك، احنا هنلف لك الناحيه الثانيه. احنا هنجيلك. شايفين الفستان يا جماعه؟ لف يا فنانه، على فكرة عايز أفكركم برضو إن سارة كانت طالعة في مسلسل، كانت سارة برضو يعني متابعة اليوم السابع. سارة فنانة أصلا في الأصل وممثلة وكانت لا 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 خلاص احنا دلوقتي خلاص بقى مفيش الكلام ده. ولا هتعطلع على الفن ولا هكمل فن بقى؟ ازيك يا يورا؟ طبعا متابعي اليوم السابع كنا معاكم لحظه بلحظه النهارده من فرح ساره ومحمد والفنان. ربنا يخليك ربنا يخليك. انت فعلا اخ جميل. اه طبعا طبعا ربنا يعزك يا رب. ميرسي ميرسي. احلى اخ واحلى ربنا يخليك. مش هنقول مذيع اليوم السابع، لا هنقول اخويا. ربنا يخليك. اخو ساره من البدايه. ربنا يخليك يا رب. طبعا متابع. لا العفو عارفه انا اسف. طب يا رب معلش خليها خلي معاكي بس. انا طبعا متابعي اليوم السابع احنا وعدناكم ان احنا هنكون لحظه بلحظه النهارده. احنا في فرح ساره ومحمد حبينا نفرحها بعد ما طلبت مننا. ساره قالت لنا ان انا حلم حياتي ان انا اطلع لايف في اليوم السابع. طبعا احنا اليوم السابع كنا يشرفنا ان احنا كنا اول من اظهر ساره للنور، وكان طبعا ده من خلال تقرير عنها وعن موهبتها. ساره برضو عشان افكركم متابعي اليوم السابع هي عندها موهبه في الغنى، عندها موهبه في التمثيل، عندها عده مواهب. والنهارده هي فرحها طلبت مننا ان احنا نكون معاها متواجدين. وبشكر طبعا مصمم ازياء العالمي الفنان هاني البحيري اللي صمم لها الفستان الجميل اللي انتوا شفتوه في اللايف. استنوا معانا متابعي اليوم السابع هنكون معاكم في لايف جديد، ابقوا معانا. شكرا جزيلا، معاكم حازم عبد الصمد مقدم برنامج الحلزون.